قبل مئات السنين وفي قرية الجعفرية التي تقع على بعد كيلومترات من طنطا بالغربية، بدأت قصة عائلة من عائلات مصر العريقة والتي كان لها دور مهم في تاريخ مصر الحديث، وهي عائلة عز العرب التي كان أبرز رموزها وأهم وجهائها المحامي محمد بيك عز العرب نقيب المحامين الشرعيين. ولد محمد بيك في قرية الجعفرية سنة 1870، ووالده كان اسمه سيد أحمد، وكان له أشقاء محمد والسيد وأحمد وخديجة، كلهم من مواليد الجعفرية. كان له الحظ الأوفر أن ينال القسط الوافر من التعليم، وكان في عدد المصريين في هذا التوقيت أن يعني يعلموا ابنا واحدا والباقي يساعد الآباء في زراعة الأرض. لو ترجع بالتاريخ هتلاقي أن دائما في الأرياف وكده كان العائلات المقدرة على تعليم الأولاد كانت محدودة، ما كانش يعني التعليم بالسهولة دي، التكاليف ما كانتش تكاليف دراسة بس، كانت تكاليف سفر وخلافه، لأن التعليم كان موجود في القاهرة. والده سيد أحمد كان عندهم أراضي، هو وإخواته كانوا المهنة الأساسية لكل المجتمع المصري في الوقت ده هي الزراعة، أو زراعة وتجارة. بالنسبة للتعليم كان التعليم فيه صعوبة، ولا يوجد تعليم إلا تعليم القراية والكتابة في الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم. المسار الدراسي لمحمد بيك عز العرب كسائر أهل القرية، في البداية يتعلم في الكتاب في القرية، يتعلم يحفظ القرآن واللغة العربية ومبادئ الحساب لكي يؤهل للالتحاق بالمعاهد الأزهرية. انتقل إلى مدينة طنطا حيث المعهد الأحمدي الأزهري لتلقي العلوم الأزهرية، ولما أتم تعليمه في المرحلة الثانوية انتقل بعد ذلك إلى القاهرة وحصل على علية الشريعة من الأزهر الشريف.